المتوسطة وأحد يعني الشركاء ديال السكن إكسبو اللي غيتعرض في مونبلييه، والسكن إكسبو كذلك اللي غادي يكون في الرباط في شهر يونيو إن شاء الله. دونك هذا المعرض هذا حاليا اللي غادي تقام من 1 إلى 3 مارس في مونبلييه، أول تجربة ديال سكن إكسبو خارج أرض الوطن، لأنه بغينا نمشيو عند الإخوان المهاجرين ديالنا اللي في فرنسا وفي أوروبا كذلك، وعند المستثمرين الأجانب الفرنسيين والأوروبيين كذلك. العروض متنوعة والعارضين يعني متنوعين، وأنواع ديال السكن وليزوف اللي كاينة متنوعة. دونك بغينا السكن إكسبو تكون واحد الفرصة للاستثمار في المغرب وكذلك الاستثمار في مجال ديال البناء. نوال العالمي ريسبونسابل كوميرسيال ديال لا ليفينمون سكن اكسبو مونبلييه اللي غادي يكون ان شاء الله من لو 1 لو 3 مارس 2024 في مونبلييه de 9h à 18h. بالنسبه للعارضين غيكونوا معنا بليزور بروموتور اللي منهم شباب الاسكان، ايدن ايلاند، ديار الضخامه، بيت صفاء، اون اوتر اي بليزور اون فانتين عاوتاني ديال لي بروموتور اللي غيكونوا معنا افيك بليزور تيبولوجي ديال لي بروجي، دونك منهم سوسيال وستاندينغ. تنقربوا بهذا الشيء الهدف ديالو باش نقربوا لي ريزيدون ا ليترونجي، لي ماروكان ريزيدون ا ليترونجي، وحتى الاجانب الاوروبيين يشوفوا لي بروجي اللي كاينين هنا في المغرب بور انفستيسمون ولا بور اون روتريت. من تياخذوا لا روتريت يبغيو يجيو للمغرب انفستيس في هدف السكن ديالهم. بالنسبه لهاد لو سالون كاين بادين حنا من 2014 سوغ او نيفو ناسيونال اي انترناسيونال، كانوا بليزيور ايفينمون، وان شاء الله غادي يكون ان دوزيام ايفينمون اللي غادي يكون في جوان ان شاء الله، تا هو ديال سكن اكسبو او نيفو ناسيونال ايسي عقبه.